السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغايه محافظه سوهاج، تحديدا مركز شرطه جرجل. الاخطار اللي وصل قدام مكتب مدير الامن، الاخطار اللي بيقول ان في مزرعه على الطريق الصحراوي في مركز جرجل. المزرعه دي بيحرسها شخص معين عنده 30 سنه اللي لقوه مقتول، وبعد التحريات اتاكدوا ان المقتل بتاعه تم عن طريق اخوه الاصغر منه اللي عنده 24 سنه. الغفير بتاع المزرعه دي اللي عنده 30 سنه اللي قاعد في المزرعه بيحرسها، والخلافات الماليه اللي ما بينه وما بين اخوه اللي خلت اخوه الاصغر منه اللي المفروض ان هو الاخ الاكبر ده يبقى الاب، ان هو ياخده على قتله زي ما بنقول، وقدر ان هو يقتله بالسلاح بتاعه وضربه وموته في الحال. قدرت الشرطه ان هي تضبط السلاح المنوط ليه اللي هو حصلت بيه الجريمه، وقدرت كمان ان هي تضبط الشخص ده اللي عنده 24 سنه اللي قتل اخوه. انا عايز اسال سؤال معين، هي الخلافات الماليه اللي ما بين الاخوات ممكن توصل لعمليه القتل؟ انا بقول لكم اه، ولكن انا سؤال استنكاري لحضراتكم، هي العمليه وصلت لحد كده؟ هتوصل بينا لغايه ايه؟ حتى لو الخلافات الماليه دي ممكن تبقى على 10 او 20 جنيه، او يعني زي ما بنقول دولار ولا 2 ولا 20 دولار، هي مش المشكله في الدولار ولا في الاثنين او في الجنيه او في الاثنين او في الريال او مش غير الريال، هي الفكره كلها ازاي ان انا افكر ان انا انهي على اخويا بمنظر معين، اللي المفروض ان الاخ في وقت معين بيبقى سند وقوه وظهر اللي انا بسند بيه على الدنيا دي كلها. رايكم ايه في الخلافات الماليه اللي بتبقى موجوده ما بين الاخوات؟ وعلشان تخلص الخلافات دي يعملوا ايه؟ تعليقات حضراتكم علشان المشاكل ما توصلش لاكتر من كده. ولو في مشكله ما بينك وما بين اختك روحي صلحيها على طول، طز في الفلوس، اهم حاجه اختك. ولو في مشاكل ماليه ما بينك وما بين اخوك روحوا حاول تحلها، وفي نفس الوقت برضه حاول انت تحلها بطريقه هاديه شويه علشان الدنيا ما تولعش اكتر من كده. العمليه مش مستاهله، والاخ اخ والأخت أخت، يعني هما اللي باقيين لك في الآخر، ده المفروض. سلام عليكم.